السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا أجمل ترحاب في مساء جديد من مساءات برنامجكم من عمان، صفحات مشرقة من هذا الوطن نحاول أن نقلبها وإياكم، مثمنين هذه الجهود الفردية والمؤسسية التي تسعى جاهدة في خدمة هذا الوطن في مختلف القطاعات والأصعدة. أمسية الليلة زاخرة بالعديد من المتابعات، نتمنى لكم إن شاء الله أجمل الأوقات برفقة محطاتنا الحوارية وتقاريرنا المنوعة. نبدأ هذه الحلقة بحديث عن مؤتمر الإرشاد والتوجيه الثاني الذي ينظمه مركز الإرشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس بدءا من اليوم. يسعى المركز من خلال هذا المؤتمر إلى إيجاد مواقع مختلفة للإرشاد في المؤسسات الخاصة والحكومية، أيضا إلى مواجهة التحديات في ظل الانفتاح المعرفي والتطور التكنولوجي. تفاصيل مختلفة إن شاء الله برفقة ضيفتي في هذه المحطة. في حديث آخر مشاهدينا، نحتفي بمدائن الهوية التسويقية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، تم تدشينها بالأمس في حفل أقيم بمركز عمان للمعارض والمؤتمرات بحضور مجموعة من الجهات ذات العلاقة. نحتفي وإياكم إن شاء الله بهذه الهوية، انعكاسات هذه الهوية أيضا على الخدمات والأعمال تقدمها هذه المؤسسة في المجال الصناعي في السلطنة. هذا حديث المحطة الثانية بإذن الله. في حديث آخر مشاهدينا، أو نحتفي بهذا الإنجاز للدكتور مسلم العريمي الذي حصل على جائزة التميز العلمي من المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجنينية لعام 2018، نظير إسهاماته العلمية وبحوثه العلمية ومنشوراته أيضا في مجال الطب الوراثي. تفاصيل حول هذا الإنجاز أيضا برفقة الدكتور في ثالث محطة. أما الختام مشاهدينا، اللقاء التدريبي تقييم المخاطر وفقا لمعايير الانتوساي نظم هذا اللقاء جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمشاركة عدد من الدول العربية. تفاصيل حولها، أهداف هذا اللقاء ومراحله أو ورشاته وحلقات عمل المختلفة برفقة ضيفي في هذه المحطة، أي المحطة الأخيرة في حلقة الليلة من برنامجكم من عمان. إذا مشاهدينا، هذه مجمل موضوعات حلقة الليلة في برنامجكم من عمان، لا تكتمل هذه الموضوعات إلا بمتابعتكم الطيبة. حياكم الله. يزرع للأكوان فجرا، بارك الله لنا قبوس عمرا يزرع للأكوان فجرا، فله منا الثنى سرا وجهرا، دمت يا قبوسنا فخرا وذخرا، طيب الله لك اليوم رفيقا، طيب الله لك اليوم رفيقا، بارك الله لنا قابوس عمرا ملهما يزرع للأكوان فجرا، بارك الله لنا قابوس عمرا، بارك الله ملهما يزرع للأكوان فجرا، فله منا الثنى سرا وجهرا، دمت يا قابوسنا فخرا وذخرا، سرا وجهرا وجهرا يا قابوسنا فخرا وذخرا.
قيض الله لك اليمن رفيقا، عودة لكم مشاهدينا وعودة إلى أولى متابعات حلقة الليلة ومؤتمر الإرشاد والتوجيه الثاني من خلال مركز الإرشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس. نقدم لكم تفاصيل مختلفة حول هذا المؤتمر برفقة ضيفتي المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسة لجنة مؤتمر الإرشاد والتوجيه الثاني. أهلا بك المكرمة، حياك في برنامج من عمان. أهلا وسهلا. تحديات الانفتاح المعرفي هو يعني شعار المؤتمر في نسخته الثانية، اختياركم لهذا الموضوع دكتورة كيف جاء؟ اسمحي لي بمناسبة العيد الوطني المجيد 84 أن يسعدني 48 أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه ومده بالعمر الطويل وبصحة وعافية، وأهني الجميع بالعيد الوطني وكل عام والجميع بخير. وأنتم بخير، يوم نعايش عطاء من عطاءاتكم في العيد الوطني 48 المكرمة. نتحدث عن هذا المؤتمر. المؤتمر جاء من أجل يعني هناك تقريبا 8 أهداف لهذا المؤتمر، لكن ممكن ألخصها بهدفين رئيسيين. واحد من هذه الأهداف تقييم العمل الإرشادي، هل ما موجود على الساحة وما يقدم من خدمات الإرشاد خاصة من القطاع الخاص ذو جودة عالية؟ نرى أنه كثير من الغير متخصصين أو من يحملون شهادات فقط في علم النفس يقدمون خدمات الإرشاد النفسي، بينما وفق الميثاق الأخلاقي للمهنة والمعايير العالمية لمهنة الإرشاد النفسي لابد مقدم الخدمة أن يكون لديه تأهيل نظري وعملي، تدريب عملي حتى يقدم هذه الخدمات. فطبعا يعني متلقي الخدمة ومن يطلب هذه الخدمة إذا لم يحصل عليها من الشخص المتخصص قد يواجه صعوبات أو مشاكل ويكون معرض للخطر وتتأزم المشكلة لديه. ولذلك جاء المؤتمر من أجل تنظيم عمل أو تنظيم مهنة الإرشاد النفسي بحيث أنها تكون تحت إطار معين، ممكن يكون رخصة مهنية تعطى للمهنيين. جميل. لممارسة المهنة. نعم، بمشاركة يعني فئات مختلفة، من هم المستهدفين في هذا المؤتمر دكتورة؟ المستهدفين في هذا المؤتمر هم يعني الباحثين المتخصصين في المجال، الطلاب، مدراء المراكز. نعم. الإرشاد سواء في مؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة، في المدارس. نعم. الأخصائيين النفسيين في المدارس، الطلبة ممكن أيضا يكونوا مستهدفين، كل من يعمل عمل إنساني. أيوة. نعم. طيب أنت ذكرتي في حديثك أن هذا المؤتمر في هذه النسخة يتحدث عن الانفتاح المعرفي، وجاء أيضا لإثراء الجانب العلمي والمعرفي ما يتعلق بالإرشاد النفسي، من خلال ترجمتم هذا العطاء من خلال موضوعات مختلفة، قضايا مختلفة، نحاول تقريب المشاهد من هذه. تقريبا احنا لدينا 7 محاور. هذه المحاور كل محور جاء يعني يناقش مواضيع مهمة. أحد هذه المحاور مثلا كانت عن المراكز الإرشادية. نعم. بحيث أنه كل الحاضرين يتعرفوا على النماذج اللي موجودة. جامعة السلطان قابوس بمركز الإرشاد الطلابي الذي أسس في 1999 انطلقت منه مهنة الإرشاد
النفسي أساساً في سلطنة عمان، ولذلك يعتبر مركز رائد حتى على مستوى الخليج، وممكن حتى على مستوى الشرق الأوسط بالمعايير المهنية التي يمتهنها المهنيون من يعملون في مركز الإرشاد الطلابي. أحد المحاور أيضاً كان أنه خدمة الإرشاد في خدمة الفرد والمجتمع، وهناك بحوث كثيرة تحت هذا المحور. أيضاً أحد المحاور كان تقييم العمل الإرشادي في الواقع، واللي تحدث عنه قبل قليل. أيضاً محور أيضاً يقع تحت هذا المحور أنه يعني نسعى في الوقت الحاضر أن نقدم الصحة النفسية المتكاملة والشاملة للفرد. كثيراً منا يهتم بالصحة الجسدية، وممكن يسعى أن يطلب الطبيب المتخصص في المجال، ولكن أيضاً لابد أن نطلب المتخصص في المجال عندما لدينا مشاكل نفسية. ووجود متخصص في الإرشاد في المراكز الرعاية الصحية الأولية ممكن يعطي صحة نفسية شاملة متكاملة بدنية ونفسية في وقت واحد، ويقلل كثير من المصاريف يعني والجهد الذي يبذله الأطباء، وكثير من المال الذي يصرف أدوية لا نحتاج لها في كثير من الأحيان أو في التشخيص. لأن كثير من الدراسات تشير إن 80% من الأشخاص الذين يراجعون مراكز الرعاية الصحية الأولية تكون لديهم مشاكل لها علاقة بنفسية. يعني تتحدثين دكتورة عن أهمية هذا المجال في خدمة الفرد في خدمة المجتمع، لو نقرأ معك واقع العمل الإرشادي في المؤسسات الخاصة والحكومية أيضا أو العامة. في الوقت الحاضر يعني الخدمة متوفرة في كثير من المؤسسات الحكومية. جامعة السلطان قابوس بوجود مركز الإرشاد الطلابي فيها تعتبر رائدة في هذا المجال، كما يوجد مراكز إرشاد في بعض الجامعات الخاصة أيضا. وأتمنى أن تعمم هذه التجربة على جميع الكليات والجامعات، لأن الطالب يستفيد كثيرا وتساعده في مسيرته المهنية. أما بالقطاع العام نرى أنه أيضا الخدمة متوفرة في كثير من العيادات الخاصة أو مراكز الاستشارات الأسرية أو مراكز الإرشاد النفسي. يعني من عام 1999 والمركز يقدم خدمات للطلبة للمستهدفين. تحدثت عن تعميم هذه التجربة في المؤسسات التعليمية، يعني تقريبا 19 سنة من العطاء. ماذا قدم هذا المركز للجامعة للفئات المختلفة؟ قدم الكثير، يعني يراجع الكثير من الطلاب يراجعون مركز الإرشاد الطلابي. أفتخر وأقول إنه كان من دواعي يعني سروري إني أنا من أسست هذا المركز في جامعة السلطان قابوس في سنة 1999 وأدرته لتسع سنوات تقريبا سابقا. الطالب الجامعي يعني يستفيد من الخدمات الإرشاد الفردي، من خدمات الإرشاد الجمعي، اللي هي مثلا بعض الطلاب يواجهون مشكلة إنه كيف يتحدثوا مع الآخرين أو كيف يعرضوا، يعني يكون لديهم مثلا خجل زائد. فهذا الشخص ممكن يكون شخص ناجح في كل المجالات ما عدا هذا المجال، فعندما يسعى للإرشاد الجمعي يتخلص من هذه المشكلة البسيطة، أداؤه يكون أفضل، صحيح، ينجح أكثر وممكن يبدع في مجال عمله. أيضا لدينا في مركز الإرشاد الطلابي البرامج التوجيهية. البرامج التوجيهية هي محاضرات أسبوعياً. جميل. في مواضيع مختلفة، تنمية الذات، عادات المذاكرة الجيدة، الثقة بالنفس، اختيار شريك الحياة. قاعة تمتلي لما يكون اختيار شريك الحياة من الطلاب، موضوعات محببة للطلاب. أيوة. أيضاً لدينا برنامج من البرامج التوجيهية الإرشاد الممتد. كثير من الأخصائيين يذهبون إلى السكنات الطلابية من أجل تقديم المحاضرات المختلفة. أيضاً كثير من الأخصائيين من المركز الإرشاد الطلابي يذهبون إلى المجتمع العام في المدارس عندما يطلبون منهم مثلاً إعطاء محاضرات
معينة، بالإضافة إلى ورش العمل للطلبة والدورات جميل. التدريبية للموظفين. جميل. مكرمة، أنا أعتقد أنه نجاح هذه المؤسسات اللي تخدم فئة معينة أو فئات مختلفة هو يقاس أيضا بتفاعل المستهدفين مع هذه الجهة أو مع هذا المركز، أقصد الطلبة. اليوم وعي الطلاب بأهمية هذا الجانب، إحنا اليوم في قراءاتنا في ملاحظاتنا نلاحظ أن البعض يعتقد أنه مجال الإرشاد النفسي هو ترف فكري وليس ضرورة، هو جانب مكمل للإنسان. ماذا نقول في هذا الجانب؟ نقول إن الإرشاد للجميع. بدأ مركز الإرشاد الطلابي في السنوات الأخيرة إنه يقدم خدماته عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. جميل. كثير من الطلبة يرسلون استشارات عن مشاكلهم، يتلقون نصائح وردود، وكثير منهم يأتي إلى مركز الإرشاد الطلابي لطلب الخدمة الإرشادية. فإذن الإرشاد هو أنا أعتقد أنه مفروض يكون متاح ومتوفر للجميع وضرورة مش مكمل. هو ضرورة بكثير من الأحيان، ولذلك منظمة الصحة العالمية في 2013 وضعت خطة عمل لها للسنوات القادمة بأن تدمج الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية. نعم. فيحصل السكان على الرعاية الكاملة المتشاملة سواء من الطبيب النفسي أو من الطبيب العام أو الأخصائي النفسي. نعم. الذي هو موجود. واليوم كانت الكلمة الافتتاحية في المؤتمر في هذا المجال. جميل. وكان رئيس مركز الإرشاد الطلابي من جامعة بيركلي قدم هذه الكلمة والمحاضرة الأساسية في المؤتمر، وأشار إلى أنه كثير من الدول بدأت تفعل ذلك مثل السويد وكندا وغيرها. جميل. يعني تجارب ميدانية مختلفة كانت حاضرة اليوم. أهمية تداخل أو نقول أهمية وجود هذه التجارب تحت مظلة واحدة المكرمة بالنسبة لكم، هو يكون استفادة الباحثين من تجارب بعضهم البعض، تعلم كثير من المعارف سواء المعارف اللي هي عملية أو علمية، بالإضافة إلى اكتساب ومعرفة المستحدثات الأخيرة في المجال. جميل. بالإضافة إلى معرفة التحديات المعرفية في ظل الانفتاح المعرفي. ما هي من أهم التحديات الآن؟ التكنولوجيا. التكنولوجيا المعاصرة تشكل تحدي، ما ممكن أنها تكون يعني هي أيضا مساند في ذات الوقت. هي مساند كما يستخدمها مركز الإرشاد الطلابي في الترويج لخدماته ومساعدة الطلبة، لكن أحياناً الآن هناك دورات تدريبية تقدم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق الواتساب. لا أعتقد أو إرشاد وليس استشارة. نعم. من الغير الممكن وفق الميثاق الأخلاقي أو حتى وفق المعايير أن يقدم الإرشاد عن طريق الواتساب. الإرشاد يحتاج إلى يعني تفاعل مباشر مكرمة، عملية تفاعلية مباشرة ما بين شخصين وجها لوجه. لكن دكتور أحيانا التقنية تفرض لنا أشكال أخرى يعني قد نستفيد منها. هو ممكن الاستفادة منه في إذا كانت الحاجة لذلك ضرورية جدا يعني، لكن دائما يفضل وجود الشخص وجها إلى وجه بحيث تحدث العملية التفاعلية والاتصال الكامل والتام ما بين المرشد والمسترشد أو الأخصائي والمسترشد. يعني في حديثنا عن هذا الموضوع طرأ في بالي سؤال، متى يحتاج الشخص إلى إرشاد نفسي؟ يحتاج الشخص إلى إرشاد نفسي إذا شعر أو أحس أن لديه مشكلة معينة تؤثر على سعادته أو على قيامه بالعمل. يعني ممكن يكون قلق، ممكن يكون توتر، ممكن يكون اكتئاب بسيط، ممكن يكون وسواس قهري. يعني مشكلة بسيطة وهو يستطيع أن يعيش حياته العادية. نعم. لكن إذا ما كانت هذه المشكلة موجودة لديه يكون أسعد ويكون كفؤ أكثر وقدراته يستطيع أن يستثمرها بشكل أفضل. نعم. هنا الشخص مفروض يسعى ويطلب الخدمة الإرشادية ولكن من متخصص في المجال. نعم. الإرشاد للأسوياء وليس للمرضى النفسيين. المرضى النفسيين يذهبون إلى الطبيب النفسي، بينما الإرشاد علم تطور يقدم خدماته للأسوياء، ولذلك
يعني من الميثاق الأخلاقي أن نحافظ على سرية وخصوصية الشخص. صحيح. طيب مكرم، ما يستطيع الشخص أنه يرشد نفسه بنفسه؟ ممكن أنه يتعلم الكتب، ونفس يمكن يتعلم كثير الكرام. من الكتب اللي هي تساعد الفرد أنه يساعد نفسه، لكن هل سيطبقها؟ يعني اليوم كان في الدكتور جيف برينس اللي هو أعطى الكلمة، كان يتكلم يقول أنا اشتريت كتاب مرة عن أنه أعلم ذاتي وأتحسن في مجال معين اللي هو عنده مشكلة التأجيل. بيقول الكتاب قرأته وموجود في المكتبة وقلت سأنفذ الخطوات وإلى الآن لم أنفذها. نعم، أهمية المرشد هنا أن يتابع مع مريضه، أو نقول مش مريضه، يعني الشخص الذي أتى إليه طلبا للمساعدة. أيوة، ممكن يكون يعني المسترشد، بحيث أنه هو تحصل متابعة لأنه يقابله أسبوعيا. وبعدين في كثير من الأحيان الكتاب عام. نعم. لجميع الناس، لكن إحنا كناس فريدين من نوعنا، فكل شخص لديه صعوباته تكون فريدة من نوعها. نعم. وبتشخيص الحالة يستطيع المرشد أو الأخصائي النفسي أن يضع الخطة المناسبة للشخص نفسه، وقد لا تنفع مع غيره حسب حالة الشخص. صحيح. طيب المكرمة، عندكم نماذج حقيقية في مركز الإرشاد؟ يعني طلبة استدعوا أو نقول إنهم جاءوا للمركز طالبين مساعدة معينة نفسية أو في مجال الإرشاد، والمركز لم يقصر في هذا؟ كثير. يعني وفق الإحصاءات يأتينا ما بين 600 إلى 1000 طالب سنويا، هذا يعني يتلقى الخدمات المختلفة. نعم. وهذه ليست كل الخدمات، هذا خدمات إرشاد الفردي فقط. نعم. كثير من الأحيان نحصل على رسائل شكر من الطلاب. نعم. يعني الطالب يأتي إليك وبعد ذلك يعني يأتي يشكرك. أحد من الطلاب كانت عنده مشكلة الخجل الزائد، لم يكن يستطيع أن يذهب إلى المسجد أن يصلي، فكانت عنده حفلة تخرج. كيف أيوة، وكان يواجه مشكلة أنه كيف يستطيع أن يتخرج أمام الجميع، لكن انحلت مشكلته وتخرج. نعم. وصفقنا له لما تخرج. جميل. وجاب وحضر اليوم الذي يليه يشكر الكل. جميل. طيب هذه مشكلة واحدة من مشاكل عديدة، أبرز المشاكل اليوم اللي يعاني منها الطلبة، موضوعات عامة. المشاكل تختلف يعني من طالب إلى آخر. أحياناً بعض الطلبة غير راضين عن تخصصهم، ونساعدهم كيف إنهم يتكيفوا ويتوافقوا مع التخصص. والمشكلات تختلف، يعني أحياناً في أكثر شيء هي ممكن أني أنا أقول في عمان تتمركز المشاكل أو الصعوبات حول الخجل الزائد. هي أكثر شيء، لكن تختلف. يعني في عملنا بعض الدراسات، يعني لكن دراسات على عينة لا نستطيع أن نعممها على جميع الطلبة، فالمشاكل متنوعة موجودة، من مشاكل بسيطة تتعلق بتنظيم الوقت أو مهارات الدراسة أو قلق الاختبار أو التوتر والضغط النفسي، إلى المشاكل اللي أصعب. نعم. أنا أعود إلى محور ذكرتيه من ضمن محاور المؤتمر، خدمة الفرد في خدمة المجتمع أو خدمة المجال الإرشادي بشكل عام. اليوم في علاقة وثيقة ما بين الإرشاد وما بين تطوير المجتمعات أيضا، نتحدث عن هذه العلاقة المكرمة. طبعا الإرشاد يطور المجتمعات، لأن أحد أفرع الإرشاد النفسي هو الإرشاد الأسري، فيعني أو حتى الإرشاد الزواجي، أيضا إرشاد الطفل. فإذا أنا أتكلم هنا عن أسرة. صحيح. فإذا هناك مشاكل يعاني منها الطفل، ممكن الوالدين يلجأوا إلى الإرشاد ويستطيعوا بحل مشكلة الطفل أن يستطيعون أن ينموا شخصيته إلى أقصى مداها. طبعا هذا كله ينعكس مستقبلا. نعم. بحيث أن الفرد يكون ناجح مستقبلا ولا يعاني من أي صراعات داخلية أو مشاكل أو صعوبات. أيضا إذا هناك مشاكل زواجية موجودة مثلا، الإرشاد ممكن يساعد بذلك، بحيث أن يوفق ما بين الزوجين، لأن أحيانا تكون
قضية بسيطة جدا، صحيح. مجرد حلها تنتهي المشكلة. وأحيانا الأسرة نفسها إذا لا يوجد أي نوع من التوازن موجود ما بين الأسرة. ما عمله مركز الإرشاد مؤخرا في السنة الماضية، نعم، إنه أعد برنامج تدريبي بحيث إذا هناك متخصص في المجال لديه التأهيل النظري من أحد الجامعات وينقصه التدريب العملي، يستطيع أن يلتحق بمركز الإرشاد الطلابي ويأخذ تدريب عملي ميداني وفق المعايير العالمية، بحيث يكون مرشد متخصص مؤهل في تقديم الخدمات الإرشادية. نعم. يعني المكرمة أيضا خرجتم من المركز من أسوار الجامع إلى المجتمع من خلال عطاءات مختلفة. نتحدث عن خدمتكم اليوم للمجتمع المدني. هي الخدمات متنوعة، هي واحد من هذه الخدمات اللي هي كانت سد فجوة التدريب، التي يعني كثير من المؤسسات التعليمية تخرج المتخصصين في المجال بدون تدريب عملي. أيضا أنه كثير من الأحيان يذهب الكثير من الأخصائيين ويقدموا المحاضرات ويشاركوا في ورش عمل أو أيضا دورات تدريبية. جميل. في الجامعة عن طريق مركز خدمة المجتمع، ويقدمون دورات تدريبية للمجتمع. نعم. أيضا فهذه هي من خدمات للمجتمع المركز. بالإضافة إلى البحوث، يعني المركز قام بعدد من البحوث المختلفة من أجل أيضا مثلا أحدها كانت دراسة جودة خدماته من أجل تطوير خدماته. فهي هذه البحوث تساعد على تطوير المركز بأنه يطور من نفسه. جميل. يعني المؤتمر لم ينتهي بعد، ما زال يقدم أيضا فعاليات مختلفة خلال اليومين القادمين. أنا كختام لهذا الحديث نستعرض للمشاهد أهم المخرجات المؤمل أن تخرج بعد هذا المؤتمر بشكل سريع. أتوقع أن التوصيات تكون منصبة في أهداف المؤتمر وأيضا بمحاور المؤتمر المختلفة، يعني من محاور المؤتمر الإرشاد الوقائي والإرشاد المساند، خدمات الإرشاد في سواء في المؤسسات العامة أو المؤسسات الخاصة، أيضا تقييم العمل الإرشادي، أيضا تحديات الثقافة الإرشادية. فهذه المحاور كلها ستنصب التوصيات فيها. جميل. بارك الله جهودكم، شكر الله سعيكم، شكرا على وجودك اليوم المكرمة الدكتورة سعاد بنت محمد اللواتية، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيسة لجنة مؤتمر الإرشاد والتوجيه الثاني. شكرا جزيلا. شكرا على الصدق. نتواصل معكم مشاهدينا في حلقة الليلة بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان نحييكم، وهذه عناوين التاسعة مساء. الجلسة المشتركة لمجلسي الدولة والشورى تناقش المواد محل التباين في مشروع قانون الضريبة على السلع الانتقائية. بدء الأعمال التحضيرية لإنشاء مستشفى السلطان قابوس بصلالة ومستشفيي السويق وخصب. السلطنة تتسلم شهادة خلوها من مرض التراخوما كأول دولة تعلنها منظمة الصحة العالمية خالية من المرض. تدشين الهوية التسويقية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. الخارجية البريطانية تعلن عن موافقة التحالف العربي إجلاء جرحا من المقاتلين الحوثيين من اليمن بإشراف أممي. بريطانيا تؤكد دخول مفاوضات بريكست مراحلها الأخيرة وترجح إبرام اتفاق خلال 48 ساعة القادمة. وانطلاق قمة رابطة آسيان في سنغافورة وسط تحذيرات من تنامي التوترات التجارية بين واشنطن وبكين. نهاية العناوين، نلتقيكم تمام 10 في نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا وفي ثاني متابعات حلقة الليلة الحديثة عن مدائن الهوية التسويقية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، تم تدشينها بالأمس تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني 48 المجيد. نقف مع تفاصيل أوفى برفقة ضيفي في هذه المحطة، الأستاذ خالد بن سليمان الصالحي مدير التسويق والترويج في مدائن. أهلا بك أستاذ خالد، حياكم الله في برنامج بالعمان. أهلا وسهلا، شكرا جزيلا لكم على الاستضافة. الله يخليك. نبدأ بمدائن، هذه الهوية الجديدة بالنسبة لكم. نعم، بالبداية أحب أشكركم وأشكر المشاهدين الكرام، أيضا أحب أهنيهم بالعيد الوطني هذه الأيام المجيدة التي نحتفل فيها والتي صادفت مع تدشين الهوية الجديدة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية باسم جديد وهوية بصرية جديدة هي مدائن. جميل. كيف تعبر هذه الهوية البصرية عمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية؟ نعم، بداية أحب أعطي نبذة بسيطة عن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. طبعا. هي مؤسسة حكومية أنشئت بموجب مرسوم سلطاني رقم 4/93 والتي أكملت مسيرة من النجاح خلال 25 سنة الماضية. أيضا المرسوم السلطاني رقم 32/2015 أعطى المؤسسة المزيد من المرونة في ناحية جذب الاستثمار، توطين الاستثمارات، وأيضا من ناحية تأمين الخدمات أيضا للمستثمرين. المؤسسة حاليا تدير 7 مناطق صناعية. نعم. بالإضافة إلى منطقة حرة هي منطقة الحرب المزيونة، وإلى واحة المعرفة مسقط كواحة تستضيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والشركات التي تعمل في هذا المجال. جميل. أعود إلى سؤالي بالنسبة للهوية، كيف راح تعكس الهوية الجديدة عملكم فيها في المؤسسة بشكل نعم. عام؟ بالضبط، الهوية الجديدة إن شاء الله هي كما خطط لها أنها راح تعكس توجه المؤسسة الجديد نحو مزيد من الاستثمارات إن شاء الله بكافة مناطق الصناعية. الهوية راح ترسخ المفهوم البصري الجديد اللي هو الجاذب للاستثمار، وتسويق السلطنة كمركز إقليمي أيضا للمستثمرين، والمناطق الصناعية في السلطنة كأماكن جاذبة للاستثمار أيضا وممكن توطين فيها مشاريع مختلفة. اختياركم لمسمى مدائن من أين جاء أستاذ خالد؟ نعم، بالنسبة للمسمى نفسه طبعا من ضمن الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة هي استراتيجية التسويقية والاستثمارية اللي نسميها العيش العمل والترفيه في نفس الوقت، اللي هي باللغة الإنجليزية نسميها live work and rejoice. هذا موديل استثماري طبعا. بالنسبة للاسم نفسه مدائن، كل منطقة صناعية هي مدينة بحد ذاتها. صح. وهذا توجه المؤسسة الحالي، أنه كل مدينة أو كل منطقة صناعية للمستثمر ممكن يعمل فيها استثماره، بالإضافة إلى حصوله على خدمات مختلفة، وبالإضافة إلى ممكن أنه يسكن في نفس المنطقة طبعا، وهذا يشمل العاملين أيضا في المناطق الصناعية. جميل. فالمجمع الجمع بالنسبة لمدينة راح يكون مدائن هو كاسم، فجاء من هذه الناحية من التسمية نفسها. جميل. يعني اليوم المؤسسة العامة للمناطق الصناعية يعول عليها تطوير الجانب الصناعي والمناطق الصناعية بشكل عام. لو نقرب المشاهد من المؤشرات الإيجابية. نعم. التي حققتها المؤسسة العامة فيما يتعلق بالقطاع الصناعي في السلطنة. نعم، حتى منتصف عام 2018 حققت المؤسسة استثمارات، حجم استثمارات بكافة مناطق الصناعية بحوالي 6.4 مليار ريال عماني. نعم. عدد العاملين الذين يعملون بمختلف مناطق الصناعية أيضا على ما يزيد على 56 ألف عامل، من بينهم 35% من المواطنين العمانيين. أيضا حجم عدد المشاريع التي تم توطينها خلال 25 سنة الماضية يفوق 2000 مشروع، وهذا طبعا مشاريع مختلفة، مشاريع كبيرة إلى متوسطة إلى صغيرة، واللي هي موجودة معنا ضمن المناطق الصناعية التي تديرها وتشرف عليها المؤسسة. يعني حديثك يقودنا إلى سؤال جدا مهم، الدور المحوري والحيوي الذي تقوم به المؤسسة بين هذه المناطق. نعم، المؤسسة هي التي تدير هذه المناطق الصناعية التي تحدثت عنها. طبعا هذه المناطق لو جينا نعددها، عندنا منطقة صحار الصناعية، منطقة البريمي الصناعية، منطقة الرسيل الصناعية، منطقة سمائل وهي الأحدث. نعم. وأيضا منطقة نزوة الصناعية، بالإضافة منطقة صور ومنطقة ريسوت،
منطقة الحرة في المزيونة وواحة المعرفة بسقط. في مجملها هذه التسع مناطق صناعية التي تديرها المؤسسة العامة للمناطق الصناعية. يعني المؤسسة اليوم لم تقتصر فقط على الجانب الصناعي، هي خرجت أيضا إلى الجانب المجتمعي من خلال عطاءاتها المختلفة. نتحدث عن هذا الدور. نعم، هناك الكثير من مبادرات حقيقة للمؤسسة تقوم فيها الجانب المجتمعي ومن ناحية التطوير وريادة الأعمال أيضا. من ضمن المبادرات اللي المؤسسة اشتغلت فيها على فترة طويلة وعملت فيها وحققت إنجاز كبير، من ضمنها حملة ترويج المنتجات العمانية. نعم. أخذت على عاتقها الترويج لكل المنتجات العمانية تتم تصنيعها داخل وخارج مناطق من الصناعية من خلال حملة نعم عمانية، والحال حاليا تم تحديثها صنع في عمان. ميدان عمان. أيضا المؤسسة أنشأت مركز اللي هو مركز الوطني للأعمال، وهذا المركز معني بريادة الأعمال وأخذ الأفكار الجديدة بالنسبة للشباب العماني اللي حاب يفتح مشاريع جديدة من خلال تأمين مكاتب واستشارات وتقديم العون والمساعدة لهم لحتى فترة احتضام تمتد إلى 3 سنوات. نعم. جميل. أيضا بالنسبة إلى حملات أخرى أعتقد بأنه في الجانب أيضا المجتمعي هناك بالنسبة لكم. طبعا من الجانب المجتمعي أو الخدمة المجتمعية. نعم، هناك حملات مختلفة، منها الحملات التي تكون في فترات معينة ومناسبات معينة. حملات ترويجية بالنسبة للطلاب المدارس. جميل. حملات أيضا هي ترويجية وتسويقية أيضا للمنتجات بشكل عام. أيضا من الجوانب الاستثمارية الأخرى اللي حاليا المؤسسة تركز عليها هي الشراكة مع القطاع الخاص. جميل. أسست المؤسسة حاليا شركة قابضة اسمها شركة عمان للاستثمار والتطوير، مبادرة هي أيضا لتطوير وتشغيل المناطق الصناعية المختلفة بالشراكة مع القطاع الخاص. نعم، حاليا الشركة مملوكة بالكامل 100% للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية لمدائن. مستقبلا إن شاء الله راح تطرح الاكتتاب العام، وأيضا هي فرصة للمستثمرين اللي حابين يدخلوا في الشراكة مع شركة مثل مبادرة. أيضا هناك شركات جهات أخرى أيضا تحت المؤسسة، تحت إشراف المؤسسة، منهم ضمنها شركة شموخ للاستثمار، وهذه أيضا حققت الكثير من الإنجازات في هذا الجانب. جميل. دخلت في شراكة مع القطاع الخاص وتم تأسيس العديد من الشركات في مختلف المجالات. نعم. الجانب الصناعي هو الجانب الرئيسي، لكن أيضا المؤسسة تعمل على أيضا جوانب أخرى مجتمعية، من ضمنها طبعا إحنا نسميها السوشيال انفراستركشر اللي هي الخدمات المجتمعية. نعم. والبنى التحتية وغيرها، المرافقة طبعا للخدمات الصناعية. يعني جاء في حفل التدشين أيضا تدشين حساباتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة. أهمية هذا التحول الرقمي يعني بالنسبة لكم كمؤسسة صناعية أيضا. نعم، طبعا لا يخفى على الجميع أن التحول الرقمي هو مهم جدا. صحيح. الحسابات التواصل الاجتماعي راح تحزز دور المدائن في هذا الجانب للتواصل مع المستثمرين والمجتمع بشكل عام اللي حاب يتعرف أكثر عن الخدمات اللي تقدمها المؤسسة سواء على المستوى الاستثماري أو حتى المجتمعي. بالنسبة للخدمات اللي قدمها عن طريق الموقع الإلكتروني الجديد اللي هو مدائن.com راح يقدم خدمات متميزة للمستثمرين من ناحية سهولة الإجراءات الاستثمارية، تقديم الطلبات كلها راح تكون على الموقع. أيضا المستثمر نفسه ما في داعي خلاص لمرحلة أنه يأخذ أوراقه ويجي للمنطقة، لا، أصبح كل شيء ممكن يتم عن طريق الموقع الإلكتروني. أهم الخدمات اللي تتاح عبر الموقع الإلكتروني. نعم، بالنسبة هذه تنقسم إلى خدمات إلى قسمين. قسم أساسي اللي هو الخدمات اللي تقدم للمستثمرين الحاليين موجودين معنا في المناطق الصناعية. جميل. وهذه طبعا اللي هي نسميها استيت مانجمنت سيستم، هذا يدخلوا فيها على النظام يشوفوا التراخيص، الحصول على التراخيص أو دفع الفواتير المختلفة، الخدمات وغيرها، فهذه موجودة للمستثمرين الحاليين. بالنسبة للمستثمرين الجدد اللي حابين يتعرفوا عليها، الخدمات الموجودة طبعا يقدم الفكرة المشروع نفسه أو نوعية البزنس أو المشروع اللي راح يفتحه عن طريق الموقع نفسه، كل إجراءات هذه تتم بسهولة عن طريق مركز الاتصال وخدمات المستثمرين، ومن ثم يتم التواصل فيه مع المستثمر. يعني بدأتم فعليا في بالهوية الجديدة. نعم. بتفعيلها في كل معاملاتكم، في كل ما تقدمه المؤسسة. نعم بالطبع، طبعا هو ليس من السهل أنك تغيري هوية صار لها أكثر من 25 سنة. نعم. إلى هوية جديدة بين يوم وليلة. نعم. لكن الحمد لله
بفضل إدارة المؤسسة والعاملين وأسرة المؤسسة بشكل عام وتعاوننا المستثمرين معنا في هذا الجانب. تم تدشين الهوية يوم أمس مساء يوم أمس، احتفالية حضرها الكثير من المستثمرين والمهتمين في هذا الجانب. أيضا الاحتفالية شملت على مرور 25 عام نعم عن إنشاء المؤسسة العامة للمناطق الصناعية كتنويه للمشاهد أيضا. بالضبط بالضبط، فهو التجديد صار في هذه المرحلة، مرحلة التجديد طبعا تماشيا مع الثورة الصناعية الرابعة وأيضا التوجهات الجديدة للمؤسسة نحو العالمية. لما جينا نتكلم عن المشاريع، هي تقريبا 48% من المشاريع هي المشاريع الاستثمار أجنبي، بالإضافة إلى البقية هي استثمار محلي. نعم. هذا يعطينا مؤشر لضرورة استخدام الهوية بصرية جديدة تجذب المستثمرين للاستثمار. نعم. يعني سنشهد إن شاء الله في قادم الوقت توظيف أكبر للثورة الصناعية الرابعة بالنسبة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية. إن شاء الله هذا هو التوجه. جميل. إن شاء الله. طيب أيضا فيما يتعلق بجهودكم في الرقي بالقطاع الصناعي في السلطنة. نعم طبعا مدائن حاليا تعمل على تطوير البنى التحتية بالنسبة للمناطق الصناعية، وهذا طبعا مثل ما تكلمت عنه بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه المؤسسة بوحدها لا مش ممكن تعمل يعني كل شيء صحيح. بنفسها، لكن بالدخول مع الشراكة والشراكة مع القطاع الخاص هذا الشيء راح يتحقق إن شاء الله. في توسعات جديدة بالنسبة للمناطق الصناعية المختلفة، في مساحات جديدة قابلة للاستثمار، الخدمات راح تكون أكثر سهولة بالنسبة للمستثمرين الحاليين وحتى المستثمرين الجدد إن شاء الله. في صلاحيات أكثر أيضا حصلت عليها مدائن، من ضمنها حق منح الانتفاع لمدة 99 سنة، وهي المؤسسة الحكومية حاليا الوحيدة في السلطنة تمنح هذا الشيء. أيضا عطينا مرونة أكثر لإدارات المناطق الصناعية في السلطنة. جميل. من ناحية حتى إعطاء مساحات تصل إلى 100,000 متر مربع للمستثمرين. نعم، يعني كلها تعديلات أو نقول إضافات إن صح التعبير. نعم. من شأنها أن تعزز واقع الصناعي في السلطنة. شكرا على وجودكم اليوم أستاذ خالد بن سليمان الصالحي، مدير التسويق والترويج في مدائن سعدنا جدا. شكرا جزيلا لكم. شكرا. الله يخليك. نتواصل معكم مشاهدينا في حلقة الليلة، التقرير القادم عن مطار مسقط الدولي الجديد، نافذة عمان إلى العالم، نشاهد معا. عندما تصل الطائرة إلى مشارف حدود موطنها، وعندما تقع العين من على نافذة الطائرة، تبدأ الذاكرة بسرد قصة قصيرة عنوانها السماء، الطائرة، المسافر والمطار. المطار، ذلك الشاهد على وجوه لطالما تجولت في أروقته، باحثة عن ضالتها، مسافرة إلى حيث ما تشتهي، وعند القدوم تكون قد أوشكت على بداية قصة جديدة، وهي عودة الروح إلى موطنها. يعد مطار مسقط الدولي نقلة نوعية ضخمة تشهدها السلطنة في مجال صناعة الطيران والوجهات الاقتصادية بشكل عام، الأمر الذي يستدعي تضافر جميع الجهود للنهوض بهذه الصناعة وتسخير كل الإمكانيات التي تمكنها من تحقيق المكاسب. ها قد وصلنا إلى أرض الوطن، محملين بآمال عديدة، سائرين على خطى ثابتة، على نهج قائدنا المفدى صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، من مطار مسقط الدولي المهابة ناصر العادية. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائماً لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك المياه، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. إن قطاع النيازك المحظوظة تصطدم بالأرض بسرعة هائلة وتتهشم إلى أجزاء صغيرة،
ومع ذلك فإن بقايا النيازك المتطايرة لا يمكن العثور عليها بسهولة مثل ما يحدث في سلطنة عمان. والسؤال هنا، لماذا عمان؟ هذه هي حكاية النيازك العمانية. تحية لكم مشاهدينا من جديد، تحية عامرة بالمحبة والسعادة لكم جميعا. نحتفي في هذه المحطة بالدكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، نتيجة حصوله على جائزة التميز العلمي من المؤتمر الدولي السابع للاضطرابات الجينية لعام 2018. نقربكم من هذه الجائزة وهذا الإنجاز العماني برفقة الدكتور مسلم، حياكم في برنامج من عمان، نبارك لكم هذه الجائزة. حياك أختي بيان، أحب أمسي عليك وعلى السادة المشاهدين في كل مكان، وفي هذه الأيام النوفمبرية الجميلة حقيقة التي نشتاق لها من عام إلى عام. نعم. أحب بداية أن أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمولاي المعظم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله ورعاه على عموم الشعب العماني بهذه المناسبة الجميلة، وشاكر لكم هذه الاستضافة وحقيقة والله يبارك فيكم على هذه التهنئة. شكرا. الجميل، يأتي نوفمبر وتأتي الإنجازات وتأتي الاحتفاءات كلهم بطريقة، اليوم دكتور مسلم يقدم لعمان هذا الإنجاز في نوفمبر بالتحديد. الحمد لله، الحمد لله، إرادة من الله سبحانه وتعالى. حقيقة يعني أنا سعدت بهذا الحدث لارتباطه في هذه الفترة، لأن مثل ما قلت لك احنا نعيش فرحة وبهجة حقيقة كل عام بداية من نوفمبر وإلى آخر، وعسى الله إن شاء الله يعود علينا عوام مديدة بإذن الله. اللهم آمين. حقيقة الجائزة التي حصلت عليها من المؤتمر الدولي السابع لاضطرابات الجينية كما تفضلت بـ 2018 هي عن مجمل مساهمات وعن مجمل النشرات العلمية وكذلك البرامج التعليمية والتدريبية التي تخص الطب الوراثي بشكل خاص. جميل. والطب الجزيئي أو عملية التشخيص الجزيئي بشكل عام. أنا استدعيت للإلقاء محاضرة ومشاركة بمحاضرة في هذا المؤتمر، وكذلك لإدارة جلسة تعليمية في مجال الإرشاد الوراثي في هذا المؤتمر، ولم أكن على علم حقيقة بأن هناك مجموعة من الأسماء يتم البحث في سيرها الذاتية وفي نشرات العلمية الحديثة حقيقة وماذا قدموا من جديد. شاء الحظ أن أكون أحد الذين تم ترشيحهم من قبل المجلس العلمي، وهناك 10 من العلماء المختصين بذات المجال اللي يسموهم خبراء في المجلس العلمي هذا. ومضت الأمور يعني بمشيئة الله سبحانه وتعالى، واصطفيت أن أكرم في هذا المجلس أنا وبروفيسور من كلية هارفارد الطبية بجامعة هارفارد الذي حاز على الجائزة، وحزته أنا على الجانب الإقليمي إن شاء الله. جميل، نبارك لكم من جديد دكتور. شكرا. نعرف المشاهد بهذه الجائزة، من نعم. يرعاها؟ المؤتمر الدولي حقيقة للاضطرابات الجينية حاز سمعة طيبة على مستوى العالم. المشاركين حقيقة أسماء لامعة، منهم من حصلوا على جائزة نوبل ومنهم من رشحوا لهذه الجائزة في هذا المجال. استحدثت في المؤتمر السادس أي قبل سنتين بداية استحداث هذه الجائزة كنوع من تقييم المجلس العلمي للكوادر الشابة في هذا المجال التي أسهمت في هذا المجال، وكانت هذه الجائزة توزع للمرة الثانية. وكما قلت يعني هي مجموعة أسماء تم ترشيحها من الإقليم، يعني أقصد إقليم دول مجلس التعاون والشرق المتوسط وإقليم الدول العربية وكذلك من العالم كله. فأهميتها تكمن في أنها يعني أتت باعتماد من المجلس اللي يسموه مجلس العلماء الذي يخص هذه الجائزة. الذي يدير المؤتمر وينسقه حقيقة ويفعله هي جمعية الإمارات للاضطرابات الجينية، وهي لها يعني سابقات كثيرة في المشاركات الدولية في هذا المجال. نعم، ذكرت في حديثك أن الجائزة يعني منحت لك نتيجة لجهودك في مجال الطب الوراثي والطب الجزيئي. الطب الوراثي ربما معروف لدى الجميع، ولكن الجزيئي في عام 2003 حقيقة حصلت ثورة كبيرة في عالم ما يسمى بالتشخيص الوراثي. اكتشف أو تم تحليل الجينوم البشري بشكل عام. نعم. وكانت هناك معلومات هائلة في هذا الجينوم البشري.
غيرت مفاهيم كنا يعني كانوا زمان يعتبروها مسلم بها حقيقة، فتم حتى إعادة تسمية متلازمات وراثية، وتم فصل متلازمات وراثية سابقا كانت مع بعض، فتح آفاق كبيرة في مجال التشخيص الوراثي. طبعا أهمية التشخيص الوراثي معنا احنا تنعكس على علاج الطفل وتأهيله، وكذلك لعلاج الأسرة بشكل عام. نعم. والفحص ما يسمى بمبكر قبل الإقدام على الزواج من نفس الأسرة، وبالتالي زيادة معدلات الإصابة. فالطب الجزيئي هو الذي يتعامل مع تشخيص أو تسلسل حمض الدي ان اي الذي هو المكون الرئيسي للعامل الوراثي لدى الإنسان. نعم. فتم استحداث أجهزة حديثة، معدات حديثة للتشخيص، أسهمت في معرفة ما هو السبب الدقيق الذي أدى إلى ظهور أو حصول الظاهرة المرضية هذه. سابقا كان يقول لك مثلا هناك حذف في جزء كروموسومي محدد. طبعا الحذف الكروموسومي به مجموعة من الجينات، طيب أي جين في هذه الكروموسومات لها علاقة بهذا المرض؟ هذا مهم في ما يسمى بالإرشاد الوراثي للشخص المصاب وللأسرة، كذلك وضع خطة علاجية وخطة تأهيلية. فكان لابد من تحديد الجين. هنا يجي دور الطب الجزيئي. حقيقة أنا نشرت مؤخرا بحثين علميين في ذات المجال عن طفرات وراثية نادرة تقيد لأول مرة في السلطنة وفي إقليم دول مجلس التعاون، وتم نشرها في مجلات محكمة علمية حقيقة. ربما هذا ساعد كذلك مثل ما أخبروني في مجال يعني اختياري على مجموعة من المشاركين. تحديد هذه الطفرات وتبيان موقع الخلل الذي يحصل وارتباطه بالظاهرة المرضية ومسبباته يخلق لدينا قاعدة بيانات مهمة في عمان. نعم. هذه قاعدة البيانات راح تساعدنا في التشخيص السريع الذي سوف يؤهل على ما يسمى بالتدخل المبكر. الإعاقات الذهنية والإعاقات الحركية التي تنتج من الأمراض الوراثية ما لم يتم هناك تدخل مبكر سوف تسوء. احنا هدفنا ان نتدخل مبكرا من اجل ايش؟ من اجل رفع جوده الحياه للطفل المصاب، فيكون الطفل المصاب عضو منتج في مجتمعه وليس عضو عال عليه. من هذا المنطلق تاتي فكرتنا هي في يعني بناء قاعده البيانات هذه في عمان التي يخصها يعني هذا الشيء ولا يخص اي حد ثاني، وبالتالي راح تساعدنا ان شاء الله في الخطط الانيه والمستقبليه. جميل. في التعامل مع الطب الوراثي. جميل، يعني بحوث كثيره في هذا المجال. لو نقدم للمشاهد الكريم دكتور ملامح من هذه البحوث. نعم، هو حقيقه احنا قاعدين نبحث عن ظواهر مرضيه في السلطنه. احيانا في نشرات علميه يعني ربما كتبت ان سبب الظاهره المرضيه هذه خلل في كروموسوم محدد رقم كذا او في جين بمسمى كذا. هذا لا يعني ان ينطبق الامر بشكل كامل على عمان، باعتبار ان كل مجتمع له يعني خصوصيه حتى في موضوع الجينات وتسلسلها. نعم. وبالتالي عند تشخيص حاله ظاهره مرضيه نتيجه سبب محدد خاص بهذا الطفل في هذا المجتمع، هذه احنا اللي نضيفها. ففي بحث انا نشرته حقيقه عن ما يسمى بمتلازمه الورم التليف العصبي المصاحب لمتلازمه نونان. اجتماع هذول المتلازمتين مع بعض من النوادر حقيقة أن يكون السبب واحد، فهذه قيدت في عمان ونشرناها. ساعدتنا هذه في الاقتراب من الأسرة هذه، وساعدتنا كذلك في بحث الأجيال السابقة لهذه الأسرة، واكتشفنا فعلا أن المرض كان متوارث من جيل إلى جيل. فبإذن الله يعني نعمل على التدخل الآن من أجل الحد أو حتى أن لا يورث الأجيال القادمة. صحيح. وضع خطة العلاج المبكر مهمة جدا في التعامل مع الأمراض الوراثية. مثل ما قلت لك أختي بيان، التدخل المبكر راح يحد من ازدياد سلبيات الإصابة. يعني نريد من هذا الطفل أن يكون مثل ما قلت عضو منتج، وبالتالي راح يخفف الكاهل على أسرته وعلى مجتمعه وعلى الوطن بشكل عام. البحث الآخر كذلك كان عن متلازمة وراثية نادرة خاصة بحذف كروموسومي في أحد الكروموسومات اللي هو كروموسوم 19. في العالم كله لم يسجل إلا 10 حالات فقط على مستوى العالم، وكان من بينها الحالة التي سجلت في عمان. هذه الندرة تساعدنا على أساس لو لم يتم هذا التدخل راح نظل جميعا حيرانين بالفعل ما هو هذا التشخيص، وبالتالي إذا لم يكن معنا تشخيص لن نتمكن من وضع خطة العلاج. هذه يعني من مجمل البحوثات. كذلك في حالات كثيرة احنا شغالين عليها وشخصناها، وفي طور ان احنا نوثقها محليا ودوليا في مجال النشاط. الحالة الموجودة في عمان ايش اسمها اللي ذكرت من ضمن الحالات؟ مثل ما قلت لك متلازمة الورم الليف العصبي المصاحب لمتلازمة نونان. ومتلازمة الحذف الكروموسومي 19 اللي يسمونها مارشال سميث سيندروم أو متلازمة مارشال سميث سيندروم. التي قيد فقط منها 10 حالات في العالم. نعم، واحدة في عمان كما ذكرت. وواحدة في عمان. نعم. جميل. طيب دكتور، بالنسبة إلى واقع الطب الوراثي في السلطنة كيف تجده؟
الملاحظ اللي حتى سألوني عليه كثير في المؤتمر حقيقة، وكان شيء يسعدني بالما يسمى بالفيدباك اللي خطه من الحضور يعني، أو ما ما ما, ما لما قدمت لهم مجال الخدمات الوراثية اللي تقدم في عمان. احنا سمينا او الوزاره سمت المركز الموجود المركز الوطني للصحه الوراثيه، وهذا منتهى الرقي والنظره المستقبليه الشامله في التعامل مع خدمات الصحه الوراثيه. معظم الدول تسميه المركز الامراض الوراثيه، مركز الامراض الوراثيه، البحوث الوراثيه، لكن الصحه الوراثيه تعطي شموليه بالضبط. اكبر. الهدف ليس فقط التشخيص والتوثيق والنشر، لا، وانما مفهوم الصحه بشكل عام. نحن نسعى إلى البحث عن حالة اكتمال الصحة جسديا وعقليا. جميل. للطفل المصاب ولأسرته. نبحث عن التشخيص الذي يتبعه العلاج إذا أمكن، الذي يتبعه التأهيل، ومن ثم المحصلة المهمة الوقائية، والوقائية هي الحل الوحيد والناجع في مجال الحد من معدلات إصابة المرض الوراثية. نعم. فالصحة الوراثية كمسمى لمركزنا كانت هي الانطلاقة. حقيقة افتتح المركز في 20 نوفمبر 2013. جميل. وإحنا اتخذنا هذا اليوم يوم سنوي نحتفل فيه، ونعمل يوم مفتوح في أحد المجمعات الكبيرة. نعم. نطلع الناس والمجتمع بشكل عام عن التطورات اللي حصلت، لأن هذا المركز يعني وجد ليتطور. صحيح. دائما سياستنا هنا قائمة على دراسة، إحصائيات، إمكانيات متاحة، نظرة مستقبلية، وكذلك توفير الخدمة للحد من السلبيات. فالطب الوراثي في عمان قائم على هذا الشيء. المركز الوطني للصحة الوراثية يقسم إلى ثلاث أقسام رئيسية. نعم. عندنا قسم العيادات التخصصية، بمعنى الآن مثل ما قلت لك أختي بيان في البداية، الثورة اللي حصلت في مجال التشخيص الجزئي أفرزت لدينا أمراض وراثية مختلفة. صحيح. بالتالي تم تقسيمها إلى عدة أقسام، كل قسم عندنا يختص بعيادة محددة. طوال أيام الأسبوع الخمسة أيام عندنا مجموعة من العيادات يتناوب عليها الزملاء في مجال رعاية الأطفال بالأمراض الوراثية في المتلازمات مختلفة، وكل فترة نزيد العيادات نتيجة الاحتياجات. كذلك عندنا قسم المختبرات اللي هو أكبر قسم في المركز حقيقة. هذا القسم يعني في بعض الأجهزة اللي أقدر أقول إن إحنا ابتدينا من حيث انتهى الآخرون، بمعنى استفدنا من تجارب الآخرين والتطور اللي حصل، وأخذنا آخر تطورات في مجال التنسيق. عندنا قسم يتعامل مع الجانب الخلوي، فحوصات الكروموسوم بشكل عام، متلازمات مثل متلازمات داون. نعم. وما يعني يشابهها. عندنا الفحص الجزيئي، وحدة كاملة هذه. عندنا كذلك أجهزة حديثة جدا حقيقة، النوعين وليس نوع واحد شغالين عليها، ونحاول قدر الإمكان أن نوظف جزء من هذا المختبر في ما يسمى التشخيص العلاجي ومتابعة العلاج في مجال الأورام السرطانية ذات المسببات الوراثية. نعم. مركزنا أو المركز الوطني للصحة الوراثية أساساً مركز خدمي وليس بحثي. نعم. وهناك فرق. المركز البحثي يركز على البحوث بشكل عام ومن ثم تصديرها. إحنا لا، إحنا نوظف البحوث من أجل الخدمة. اللي هي قاعدة البيانات اللي خبرتك عنها سابقا. نعم. طيب، جزء كبير من الظواهر التابعة للأمراض الوراثية أو الطب الوراثي هو الوعي، وعي المجتمع بلا شك. نتحدث عن هذا الوعي، كيف تشتغلون اليوم على الوعي أيضا؟ بدون هذه الحلقة المهمة في السلسلة المتكاملة التي تعرف بتمام الصحة الوراثية لن ينجح العمل. صح. الآن احنا قمنا بالفحوصات وانتجنا يعني جاتنا قراءة، وجد خلل في الجين محدد واسم مرض كذا وينتقل بالطريقة هذه. طيب كيف يستفيد الناس من هذا الشيء؟ المهم أن يتم توصيل المعلومة بشكل دقيق. يعني نفذنا برنامج في المركز، ولأول مرة حقيقة ينفذ في الإقليم كله، اللي هو برنامج التدريب خلال الأداء الوظيفي في مجال الإرشاد الوراثي. الإرشاد يكتمل أو يكمل حلقة العلاج المتكاملة بين طبيب ومختبر ونتيجة ثم إرشاد. الإرشاد الذي هو يقدم النتيجة بلغة سلسة سهلة مبسطة لذوي العلاقة، ويستفيد منها في مجال عقد ورش العمل أو الأيام المفتوحة أو التواصل المجتمعي من أجل تنمية وزيادة الوعي العام حول الأمراض الوراثية بشكل عام والأمراض الوراثية المتنحية بشكل أخص. المتنحية أن يحمل الشخص صفة وراثية لكن لا تظهر عليه الأعراض، وبالتالي من يمكن أن يتزوج بشخص آخر يحمل نفس الصفة الوراثية ولا تظهر عليه الأعراض، فهناك احتمال إنجاب طفل مصاب. نسعى احنا نستهدف الفئات كلها، بس بالذات هذه الفئة في مجال التوعية. فخرجنا الدفعة أولى. الآن في كل محافظة عندنا مرشد وراثي. خطتنا المستقبلية إنشاء وحدة إرشاد وراثي في كل المحافظات تعمل بالتنسيق مع هذا المركز، كي يستفيد كل مواطن في هذا الوطن الغالي بالخدمات المتوفرة في المركز الوطني للصحة الوراثية عن طريق توزيع هذه الخدمات بشكل سلس. نعم. وخاص وسريع. حلقات التوعية احنا حقيقة
يعني فكرنا إن نطلع من الجانب التقليدي، يعني محاضرة واحد جالس على طاولة يلقي كلام ما ينفع. الآن تطورت الوسائل، وبالتالي نحاول يعني نوظفها، وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر، مثل الفيسبوك، مثل الواتساب، حتى في رسائل مختصرة بسيطة سلسة نحاول نوصلها. جميل. الورش المجتمعية مثل اليوم المفتوح، مثل اللقاءات المفتوحة، زياراتنا للمدارس حقيقة، نزور المدارس اللي هي في المرحلة الثانوية، نتحدث معهم عن أهمية الفحص المبكر للأمراض الوراثية التي تنتقل عن طريق الزواج، وكذلك نوجه رسالة محددة. يعني مثلا إذا في عائلة عندهم مرض وراثي ربما لم يكن الشخص موجود لكن تتناقل العائلة هذا الشيء، ننصحهم بالذهاب للطبيب المختص من أجل البدء في يعني بلورة هذا المرض الوراثي وتحديده بالتعاون مع المركز. طيب، ذكرت الفحص المبكر، يعني من أهم الظواهر يوم تؤرق المجتمعات بشكل عام، نتحدث عن هذه الظاهرة وأهميتها. نعم. أي نعم، الفحص المبكر وليس لم نربطه بالزواج، أما الفحص المبكر للأمراض، أمراض الدم الوراثية. نعم. ولماذا أمراض الدم الوراثية الثلاثة اللي هي الثلاسيميا والأنيميا المنجلية ونقص الخمير؟ لأنها الأكثر شيوعا في السلطنة. هناك 3.5 إلى 4.7 حالة من كل 1000 ولادة حية طفل مصاب أو يحمل جين ممكن ينقله للأمراض الدم الوراثية الثلاثة. بالتالي يعني مثل ما خبرتك سابقا، الإحصائيات، الإمكانيات المتاحة، الأهداف بعيدة المدى، هذه السياسة التي تقوم بها وزارة الصحة في كل مجالاتها بما فيها الصحة الوراثية. فأنشئ البرنامج هذا الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثية. الآن الخدمة متوفرة في جميع المجمعات الصحية، في جميع المستشفيات المرجعية. دائما نتواصل مع الناس ونقولهم خطوتين للمستشفى تحفظ حياة كاملة. صحيح. وحياة سعيدة. وجود طفل مصاب بأحد هذه الأمراض أمر فعلا مؤلم ومتعب للطفل نفسه وللأسرة نفسها وكذلك للوطن. وبالتالي بخطوة بسيطة سريعة ممكن الحد من كل هذا. نعم. الآن وظيفة المركز الوطني للصحة الوراثية في خططه القادمة التوسع في هذا المجال إن شاء الله، لكن أرجع وأقول على حسب مشكلتنا إيش هي بالضبط، حجمها إحصائيا إيش هو، إمكانيتنا إيش تكون، بالتالي التطبيق. الهدف دائما الهدف هو توصيل الخدمة الدائمة المستمرة للمواطنين. نعم. فدائما احنا دائما نطالب ونحاول قدر الإمكان، يعني نقول للإخوة الشباب في مراحل مبكرة هي خطوتين للمستشفى أو المجمع الصحي بدون أي موانع، بدون أي عوائق. هناك طبعا في حقوق يجب أن توفر لهذا الناس، وأهمها حق السرية. السرية حق مكفول أن يتم الفحص من غير ما يكون في دليل على ذلك، وكذلك إعطاء النتيجة يتم إعطائها للشخص الذي قام بالفحص. نعم. مجتمعنا يحتاج للمحافظة على هذه، حقيقة جميع المجتمعات تحتاج المحافظة على هذه النقطة كنوع من التشجيع. صحيح. فنأمل إن شاء الله أن تتوسع الأمور هذه، ومتفائلين بالمستقبل إن شاء الله بجهودكم وجهود كل القائمين أيضا في المركز وكل الجهات المتعلقة بهذا الموضوع. نبارك لك من جديد دكتور هذا الإنجاز، شكرا على حضورك اليوم في برنامج من عمان. دكتور مسلم بن سعيد العريمي، رئيس الاستشارات الوراثية والتعليم الوراثي بالمركز الوطني للصحة الوراثية بالمستشفى السلطاني، شكرا جزيلا. شكرا أختي بيان، وأشكر تلفزيون سلطنة عمان الذي يواكب جميع هذه الأحداث ويعني يساعدنا كثير في حملات التواصل المجتمعي حقيقة لنشر المعلومة الخاصة. أحب أختم بأهمية الفحص المبكر لأمراض الدم الوراثي، خدمة متوفرة تقينا مشاكل كثيرة وتعمل على إن يعني تجعل حياة الزوج إن شاء الله أكثر سعادة. شكرا لكم مرة أخرى. خطوتين إلى المستشفى بلا شك. قد تقلل آثار مختلفة مستقبلية بالنسبة للأبناء والأسرة أيضا. إذن مشاهدينا هذا موضوعنا بالنسبة لهذه المحطة القادمة إن شاء الله. أيضا هناك محطة قادمة في برنامجكم من عمان. قبل ذلك نشاهد هذا التقرير عن حصن دبا وجماليات مختلفة هناك، نشاهد معا.
وأنت تقود مركبتك على الطريق الساحلي لولاية بوخا يطالعك حصن بوخا الذي يقف شاهدا على تاريخ عريق لحضارة امتزجت فيها الأصالة والثقافة والفنون والفكر والشخصيات البطولية. شكل بناء الحصن يجمع بين القوة ودقة فن البناء المعماري وتعدد الخدمات، فهو سكن وحصن دفاعي وكان مكانا للإدارة المحلية. أول ما يطالع الزائر من الداخل هذا الرواق الفني الجميل الذي يمكن استخدامه مكانا للانتظار، ونهاية الرواق يمثل بداية لرؤية الحصن من الداخل بشكل واضح. هنا يبرز فن النقوش الذي اشتهرت به الحضارة العمانية قديما. يتكون الحصن من 8 غرف ويعلوه برج دائري الشكل يعطي الحصن قوة وهيبة وجمالا. الأبواب والنوافذ الخشبية بنقوشها الجميلة تشكل فنا إبداعيا رائعا. لأن وقتك محط تقديرنا واهتمامنا، نسعى دائما لجعل حياتك أسهل عبر تقديم خدماتنا الإلكترونية لحساب تكلفة استهلاك البيئة، قراءة العداد الذاتية، فاتورة المياه الإلكترونية، بالتسجيل في بوابة ديام الإلكترونية. ديام، نفخر بخدمتكم أينما كنتم. تحية لكم مشاهدين من جديد، تحية لكل من ينضم إلى متابعتنا وفي آخر متابعة لحلقة الليلة. حديث هذه المتابعة مشاهدين تقييم المخاطر وفقا لمعايير الانتوساي، هو لقاء تدريبي نظمه أو جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بمشاركة عدد من الدول العربية. نقف مع تفاصيل أوفى برفقة ضيف هذه المحطة الأستاذ سعيد بن سالم الحجري مدير دائرة التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا وسهلا، حقيقة هذه أيام جميلة، أيام نوفمبرية، وإن شاء الله تنعاد على الجميع إن شاء الله بالخير وبالبركات إن شاء الله، ومساكم الله بألف خير. نعم، يعني حسب عنوان اللقاء يعني هو تقييم المخاطر وفقا لمعايير الانتوساي، هذه المنظمة نقرب المشاهد الكريم منها. نعم، هو يأتي الاستفسار الآن، الانتوساي يعني ماذا تعني وترمز إلى ماذا بالضبط؟ صحيح. طبعا الانتوساي هي كلمة مترجمة من اللغة الإنجليزية ولها شقين، الانتو واختصارا لكلمة الانترناشنال أو الدولي، وهي المنظمة الدولية المعنية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة لدول العالم. طبعا هي مؤسسة مستقلة غير حكومية ولا تهدف إلى الربح، وينطوي يعني تحت مظلتها ما يقارب 194 عضو تمثل مختلف دول العالم. نعم. وطبعا هي مقسمة على حسب الأقاليم الجغرافية، فهناك الإقليم الأوروبي الأمريكي وكذلك الأفريقي ومجموعة الدول العربية اللي احنا بصدد البرنامج اللي ينفذ حاليا. نعم. يعني قبل ما ندخل في موضوع هذا اللقاء، إلى ماذا هدف هذا اللقاء أستاذي؟ نعم، طبعا مثل ما تعلمي أخت بيان أنه العملية الرقابية تطورت عن السابق ولم تعد مثل السابق، العمليات أيضا تعقدت، الأنشطة اختلفت. صحيح. عصر التكنولوجيا اختلف، فأصبحت الجهات الحكومية وحتى يتم مراقبة التدقيق عفوا عليها بشكل مناسب وفعال، لابد من أن يكون هناك تقييم للمخاطر. نعم. لأنه من الصعب بمكان أنه يتم يعني الإحاطة أو تغطية كل أنشطة الجهة محل الفحص، وبالتالي المفهوم هذا يساعد أنه العملية الرقابية في ماذا ستوجه. نعم. ويوفر الكثير من الجهد ويساعد على تلافي الكثير من الأخطاء. نعم. طيب، أهم المخاطر التي قد تتعرض إليها هذه الأجهزة الرقابية؟
نعم، بالنسبة أولا المخاطر، هناك مخاطر لها علاقة بالأجهزة الرقابية وهي مخاطر المراجعة والاكتشاف، أنه بعض الأخطاء قد لا يتم اكتشافها. ولكن موضوع البرنامج هو يصب تركيزه على المخاطر الموجودة في الجهات محل الفحص. يعني إذا نتحدث على سبيل المثال بعض الجهات فيها أنشطة مبيعات أو أنشطة مثل هذه الأشياء، فهل يتم التركيز عليها ولا يتم التركيز على عمليات أخرى؟ نعم. فتسلط الضوء على هذه المفاهيم وتضع يعني صورة واضحة للمدقق أنه إيش الأشياء اللي راح يركز عليها أثناء المهمة. جميل. نعم. يعني بمشاركة 12 دولة عربية. نعم. مختلف الدول العربية حاضرة اليوم في اللقاء بدءا من الأحد وحتى الخميس بكل تأكيد. صحيح. من خلال آلية تدريب انتهجتموها، نقرب. نعم. المشاهد من هذه الآلية. نعم طبعا، أيضا التدريب تطور واختلف عن السابق. صحيح. بالنسبة للأجهزة الرقابية احنا عندنا معيار أنه البرامج التدريبية تأخذ 60-70% الجانب التطبيقي. جميل. ونبتعد عن الجانب النظري. طبعا الجانب التطبيقي من خلال دراسة الحالات، من خلال التمارين، من خلال الأنشطة الجماعية، الأنشطة الفردية، يعني نخلق بيئة تفاعلية بحيث أن عملية تبادل المعلومات ونقل المعارف والمهارات تتم بصورة سلسة وتثبت أكثر مع مرور الزمن. وهذه المنهجية اللي تم اتباعها يعني في هذا البرنامج بالتحديد. جميل. إيش هي الجهات، أبرز الجهات المستفيدة من هذا اللقاء أستاذ سعيد؟ نعم طبعا مثل ما ذكرتي في بداية حديثك أنه هناك تقريبا 12 دولة، فكلها أجهزة رقابية ولكن من الدول العربية. نعم. فهناك يعني من دول الخليج، من دول بلاد الشام، من دول العربية الموجودة في إفريقيا أيضا مشاركين في هذه. نعم. البرامج. يعني لابد أنه تحت هذه المظلة أيضا يتم تبادل تجارب الدولية المختلفة. صحيح. الأشقاء. صحيح. نتحدث عن هذا التبادل. مثل ما أسلفت الذكر أنه أيضا أساليب التدريب اختلفت، فبالتالي من المهم جدا أن يتم التطرق إلى أوراق العمل وتجارب الدول هذه اللي موجودة. طبعا مثل ما أنت تعرفي الدول يعني تتبادل الخبرات وتتبادل التجارب، فبعض الأشياء اللي موجودة في بعض الدول غير مطبقة في دول أخرى، وبالتالي الجميع يستفيد من هذا الأمر. جميل. وإحنا متشوقين يعني في آخر من بدأ من الغد إن شاء الله إلى آخر يوم إن شاء الله فينا يعني نطالع ونطلع أو نستعرض هذه التجارب. يعني نعم، تجربة السلطنة في هذا الجانب ماذا نستطيع أن نقول؟ نعم، جهاز الرقابة المالية بسلطنة عمان يعني ولله الحمد طبعا لم يتم اختيار الجهاز أنه ينفذ هذا البرنامج إلا لأنه قطعنا شوط كبير في هذا المجال، في مجال التدقيق المبني على المخاطر، ولدينا يعني ولله الحمد التجارب يعني نفتخر فيها في هذا المجال، من أنظمة تقنية معلومات، من آليات، من منهجيات، من معايير، من أدلة فحص أيضا تم استخدامها في هذا الموضوع. نعم. وبالتالي راح تكون يعني تجربتنا أيضا إن شاء الله نطلع عليها الآخرين إن شاء الله يستفيدوا منها إن شاء الله. إن شاء الله. ذكرت انتهجتوا في هذا التدريب الجانب العملي يعني. نعم. حوالي 60%. نعم. أبرز الموضوعات، موضوعات التدريب في ماذا تنصب؟ طبعا محاور البرنامج هو دائما يأتي أنه إيش الهدف من البرنامج التدقيق على التدقيق المبني على المخاطر، وطبعا التدقيق المبني على المخاطر وبعض المحاور الفرعية اللي موجودة فيه وهي استعراض التجارب، فبالتالي يعني هي هذه المحاور الرئيسية في هذا الموضوع في هذا اللقاء. نعم. المشاركين، الإقبال المشاركين على التفاعل حتى الآن؟ نعم لله الحمد، يعني احنا من أول يوم أو ربما من الجلسة الأولى احنا لاحظنا التفاعل موجود بشكل كبير، والحمد لله رب العالمين. يعني هذا الأمر يدل على أنه نجحنا أن نخلق بيئة تفاعلية جيدة في هذا البرنامج. جميل. جميل. يعني رغم هذه الجهود إلا أن ثمة التحديات قد تواجه. نعم. يعني الرقابة المبنية على المخاطر. نعم. نتحدث عن هذا الجانب. طبعا هي التحديات دائما موجودة. صحيح. صفة العصر اليوم، تطور التكنولوجيا، السرعة، الأمور هذه يفرض كلها عليك. يفرض علينا أنه هناك تحديات، وبالتالي لابد أن احنا يعني نواكب يعني التقدم الموجود، وأنه تكون هناك خطط استراتيجية وهناك خطط سنوية وموجودة بشكل مستمر ولله الحمد في تذليل الصعوبات اللي تواجه المدققين في أنهم يقدموا
العمل والجهد الأفضل اللي يساعد في تحقيق أهداف المهام والأهداف العامة أيضا من إنشاء الأجهزة الرقابية. جميل. اليوم يعني هذه صورة من صور عطاءاتكم في جانب التدريب بشكل خاص كجهاز رقابي عماني أنا أتحدث. نعم. كيف تحرصون على تأهيل الكوادر الوطنية أيضا في هذا الجانب؟ نعم. جانب التدريبي. نعم. استكمال النقطة اللي ذكرتها قبل قليل أنه هناك خطط استراتيجية وهناك خطط سنوية. الخطط هذه مركزة على أنه نهيئ ونستمر في تهيئة المدققين في جهاز الرقابة بسلطنة عمان أنهم يقوموا بعملهم على أكمل وجه، وذلك من خلال ورش العمل، البرامج التدريبية. نعم. التوعية المستمرين فيها، تحديث المعايير، تحديث الأدلة. فهذا كل عمل يعني، وهو ليس جهد يعني دائرة محددة في جهاز الرقابة، ولكن دوائر كثيرة تعمل في هذا تكامل. نعم. بين الجميع في تحقيق. نعم. هذا الهدف. بالضبط. طيب كختام لهذا الحديث يعني إن شاء الله يوم الخميس بعد انتهاء هذه أو هذا اللقاء التعريفي ما تطلعون إلى ماذا من نتائج مختلفة؟ طبعا ميزة البرامج اللي موجودة عندنا في الأجهزة الرقابية أن نهاية كل برنامج لابد من توصيات يتم رفعها للمنظمة العربية للأجهزة العليا. ممتاز. فإن شاء الله هذه راح تتكشف لنا في آخر يوم. ولكن بكل تأكيد المنظمة العربية راح تضعها يعني بعين الحسبان يعني وتراقبها إن شاء الله. كل التوفيق لكم إن شاء الله في تحقيق أهدافكم المشهودة. أستاذ سعيد بن سالم الحجري مدير دائرة التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، سعدنا جدا بك. وأنا أسعد كذلك وأشكركم على هذه الاستضافة وطيب أيامكم كلها إن شاء الله. الله يخليك. الله واجبنا يخليك. ودائما في من عمان نحاول أن نكون عين ثالثة للأحداث الوطنية للبرامج والأنشطة التي تخدم قطاعات مختلفة في السلطنة. وصلنا بكم مشاهدينا إلى ختام حلقة الليلة من برنامجكم من عمان، غدا نلقاكم إن شاء الله في أمسية متجددة لا تكتمل إلا بكم. حياكم الله.